ما مش سألتكم السؤال ده قبل كده وأسأله لكم تاني، اتفضل. رأيكم إيه في أجانب الأهلي؟ تاني؟ عشان ده وقته بقى. أنا اتكلمت معاك الأسبوع اللي فات. أنا قلت لك تغير رأيك في بيرسي تاو. لا أنا عند لا أنا برضه لغاية أنا بيرسي تاو لعيب كويس مهاري. أنا عندي موقف عليه. واحد على واحد بيقدر يعدي. راجل ما بيعرفش يجيب جول، ما بي مش يعني إيه. ده جاب جول حلو قوي النهارده. ماشي. على فكرة بيجيب أجوال. بس في حاجات سهلة يا كريم. هي ديت اللي بتعليك. هي دي اللي بتخليك في حتة تانية. هي دي مشكلة بيرسي تاو. إيه رأيك في ديانج النهارده؟ لا برضه هيفضل لعيب كويس من احسن الديفندرات موجوده. لا بس هو ديانج وحش بالظبط. القندوسي نفس القصه. لا يعني طب استنى هسالك سؤال. اتفضل. دلوقتي الاهلي عنده خمس اجانب ومعاهم كمان اللي هو كريستو اللي بيلعب الصغير في التون منتخب، بس خلي كريستو شويه لسه ما شفناهوش. بالظبط. الخمسه دول لو قلت لك اخر الموسم هتبقي منهم مين؟ هتبقي مين؟ هتبقي منهم قندوسي بس؟ لا وعلي معلول. علي خلاص كفايه يا جماعه. ديانج كفايه علي شكرا. طب ديانج ده؟ ولا ديانج. لا يا مع احترامي لاي حد ديانج برستاو برونو سافي برونو مالناش دعوه بيه مالناش دعوه بيه خالص. انا بقولك الاجانب لازم يمشي من دلوقتي. انا اجانب الثلاثه دول عالي طبعا ليه داتا في نادي الاهلي حاجه كويسه وادى بشكل كويس وما بخلش، بس زي ما اقول لك كل وقت ولي ادان في المكان ده بالاخص انت محتاج باك ليفت فايتر عالي خلاص. بدليل انت بتشوف الماتشات اللي هي بتبقى مثلا كميات جري كتيره نادي الاهلي مش في حالته هتلاقي علي فانت شايف القندوسي بس اللي يقعد. القندوسي اللي هو لعيب كويس بصراحه لعيب كويس وبرضه اتظلم في الوقت ده مع العلم يعني هقول لك على حاجه بس مفاجاه بالنسبه لي ان انت عايز علي معلول يمشي. دي مش يمشي. انا ما قلتش يمشي يعني يجيب احسن منه. هات له حد يلعب بقى ممكن يبقى بديل. لا ما او هات له بديل كويس. هنعملها تاني. انت الاجنبي اللي عندك لازم يكون اساسي المفروض يعني ده المفروض صح. فانت طيب. هتجيب له علي معلول كام سنه دلوقتي؟ 34 34 او 33 4 ماشي في ال 34 في باك ليفت. استهلك خلاص علي معلول الوحيد اللي على مدار السنين اللي فاتت اللي عدد مشاركاته يعتبر من اعلى المشاركات في لعبه نادي الاهلي. خلاص استهلك خلاص. لازم تدور على البديل ولا انت هتستنى لما تلاقي علي خلاص وتقعد بقى تدور لسه يا علي بقى تدي محمد اشرف هياخد الثقه هيبقى كويس ولا لا مع الاستمراريه الماتشات؟ انما لازم اجهز البديل. وعلي جانج عايزه يمشي. انا شايف ان هو ممكن النادي الاهلي يستفاد منه ماديا بشكل كويس. طيب وفي افارقه تيجي احسن من كده او اجانب يبقوا احسن.